الراديو 90 90 هواها مصري. هقول كده خبرين يعني على السريع من اخبارنا النهارده. ودراسه غريبه جدا في سويسرا، ما عرفش تصدقوها ولا لا، بس انا عن نفسي يعني بفكر فيها شويه. دراسه في سويسرا اثبتت ان عزف الموسيقى جنب الجبنه بيخليها طعمها حلو او طعمها احلى. يعني انت لو في جنبك يعني في حته جبنه جنبك وجربت تعزف جنبها مزيكا، طعمها يبقى احلى. هقول لكم الدراسه ايه اللي حصل فيها. الباحثين عملوا، وطبعا يعني في انواع طبعا مش اي مزيكا، يعني مزيكا الهيب هوب هم اللي الباحثين عملوا عليها الدراسه. حطوا 9 اقراص من جبنه اللي هي الامنتال دي في اقفاص خشبيه منفصله لاختبار ان يعني المزيكا بتاثر على طعم الجبنه وريحتها ولا لا. يعني حطوا 9 اقراص جبنه امنتال ولعبوا جنبها مزيكا هيب هوب، لقوا ان قرص الجبنه اللي اتلعب جنبه المزيكا كان بيتمتع بطعم افضل وريحه احسن. انتوا متخيلين المزيكا ممكن تاثر على طعم الجبنه؟ مش عارفه اجربها كده ولا لا. يعني ممكن تجرب تلعب مزيكا هيب هوب جنب قرص جبنه رومي مثلا. يعني انا بقيس على الجبنه الاكثر انتشار عندنا. يعني تفتكر ممكن طعمها يتغير؟ دي دراسة اتعملت في سويسرا. مش عارفة والله، الناس بتبتكر حاجات وتكتشف حاجات غريبة، بس ممكن ليه لأ. هي المزيكا عموما بتأثر فينا كمان آدمين، بتخلي الجسم يتحرك، بتخلي في أشعارة لو مزيكا حلوة بتخليها منطلقة، لو ده على البني آدم ممكن تأثر على الجبنة؟ ممكن، مش عارفة، الله أعلم.